أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ من أهم العناوين. في العرب اللندنية نقرأ: متاجر وعلامات تجارية تضطر إلى مغادرة لبنان. وفي المدى الداخلية: بغداد أولى بحالات الانتحار تليها البصرة وذقار. في ألترا عراق بنود الإنفاق في قانون الاقتراض مليارات إلى إيران وشركات النفط. وفي العرب الجديد عودة الجدل بشأن قانون الانتخابات العراقي محاولات لتعديلات جديدة. وفي العرب 21 إصابة عشرات الأسرى الفلسطينيين بكورونا بسجن إسرائيلي. وفي القدس العربية الرئاسة الجزائرية تبون في تحسن بعد إصابته بكورونا. وأخيرا في الشرق الأوسط أعلى حصيلة وفيات يومية بكوفيد 19 في إيطاليا منذ مايو. نبدأ من صحيفة المدى حيث نقرأ فيها: لو كانت في العراق أحزاب معارضة حقيقية وفاعلة وموجودة فعلا لما كان الناس في حاجة إلى نزول الشارع والتظاهر والهتاف ضد عديد من السياسات العمياء التي قادت البلاد إلى مصير مظلم وبائس. وليس غريبا أو مفاجئا على الإطلاق أن تخرج أصوات تتهم المتظاهرين بتنفيذ أجندات خاصة في الوقت الذي كانت فيه بعض القوى السياسية في العراق تتآكل، بعضها يعيش على ذكريات الماضي وبعضها الآخر يبحث عن فرص استثمارية. كانت أجيال جديدة تبحث عن بديل تستظل به للتخلص من ظلم الساسة وسوء استخدام السلطة. مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. في العام الماضي وقبله بأعوام أثير كل هذا العنف والكره ضد شباب ساحات الاحتجاج، وكانت الناس تسأل لماذا تخاف أحزاب تملك المال والسلاح من شباب لا يملكون سوى شعار نريد وطن. كانوا ولا يزالون يخافون من شباب التظاهرات إلى حد تشغيل ماكينة التخوين والشتائم ضدهم بكل طاقتها، فعندما يشكك مسؤولون كبار بوطنية المتظاهرين وعندما تنشر صفحات ممولة صور تحرض وتطعن في شعارات احتجاجية لم تدع للطائفية ولا للسرقة التي مورست خلال 17 عاما الماضية، ولم تحرض ضد الوطن وإنما كان هدفها وغايتها كشف الفاسدين ومحاسبة المفسدين، فيما آخرون كانوا ينظرون بريبة ساخرة لدعوة الشباب للتظاهر ويعتبرونها واحدة من تلك التقاليع الغربية التي ستؤثر على قدسية مجتمعنا. لقد كانت احتجاجات تشرين بداية قفزة في قطار التحضر والممارسة السياسية المحترمة، واستطاع شباب العراق يجعلوا من احتجاجاتهم لوحة رائعة للمواطنة الحقيقية والتعبير برقي عن مطالب باتت محل اتفاق جميع شرائح الشعب. وأظن أن لجوء الشباب إلى التظاهر في الشارع أمر منطقي للغاية في بلد لديه برلمان صامد وساسة أدار ظهورهم للناس، ناهيك عن سياسيين لا يمثلون إلا أنفسهم وربما بعض أقاربهم من الدرجة الأولى، وبالتالي يصبح من حق الشعب أن يمثل نفسه بنفسه. يضيف الكاتب: أيها الشباب، لقد كنتم الضوء الذي اندلع من العتمة فخرجتم حاملين المصابيح. أيها الشباب، يا من ظلمناكم واعتبرناكم يوما غائبين ومغيبين ومهاجرين بالروح عن الوطن، نعتذر لكم جميعا ونحييكم ونقول لكم إن عمنا جواد سليم سيظل ملجأ آمنا لأحلامكم الوطنية. فرضت الشرعية المجتمعية التي عبر عنها الحراك الاجتماعي الذي بدأ في شهر تشرين الأول أكتوبر على القوى السياسية المؤسسة لنظام أو للنظام السياسي العراقي باختلاف توجهاتها
فرضت واقعا سياسيا جديدا على مستوى الطرح، إذ جعلت من هذه القوى تتبنى مطالبها، بينما تذهب الشرعية المجتمعية بعيدا في تحقيق المصالح المرجوة التي تتمثل بالإصلاح الجذري للنظام السياسي، فإن تطلب الأمر تنحية القوى التي أسستها أو تصدرته على مدى السنوات التي تلت الاحتلال الأمريكي للعراق. نجح الشرعية تشرين بدفع القوى السياسية التي جاءت بحكومة عادل عبد المهدي عبر التوافق السياسي المعطل للنص الدستوري والمعنون في المادة 78 من الدستور المتعلقة بتشكيل الكتلة الأكبر المسؤولة عن ترشيح رئيس مجلس الوزراء عن تخليها وإجباره على تقديم استقالته، إما لإرضاء الشرعية الناقمة على سياسات هذه القوى وكسب المزيد من الوقت للتعامل مع الحراك من خلال العمل على تشتيته وإذابة مطالبه، أو لشعورها أن الحكومة التي تدعمها قد تتخذ خطوات إجرائية ترجح كفة الشرعية لصالح القوى السياسية. مع ذلك استطاعت القوى السياسية بأذرعها المختلفة تخفيف حدة الحراك، إلا أن نجاح الحراك في رفض الشخصيات التي رشحت لخلافة حكومة عبد المهدي، أما التأثير فيتعلق بمدى استمرارية الشرعية المجتمعية في ثبات مطالبها ووحدة أهدافها. وفي الواقع فإنها نجحت على مدى عام بالاستمرار بعد أن تمكنت من تفكيك احتكار الشارع من بعض القوى السياسية التي تمتلك قواعد اجتماعية مؤثرة من ناحية القدرة على التنظيم والسلوك. فبعد الذكرى السنوية الأولى لإعلان الشرعية المجتمعية ولكي تكون ذات تأثير على المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، تحتاج إلى استمراريتها في التأثير. نعم، نجحت ثورة تشرين باستمالة الشارع وإنهاء شرعية القوى السياسية بحسب الكاتب. يقول الكاتب صفوة فهم كامل في مقال بمجلة الجاردينا: ستبقى ملوية سامراء أيقونة العراق الأجمل. تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين فيديو يظهر فيه شخص وخلفه تظهر مئذنة سامراء، يدعي عدم صعوده للملوية لأنها بنيت على أجساد الشيعة أو أجساد. يقول الكاتب هنا نتساءل ويتساءل الجميع، لمن هذا الفيديو موجه في حقيقته؟ وما المغزى من نشره في هذا الوقت؟ ومن هو هذا الشخص المتحدث؟ وما هي ثقافته وتاريخه؟ وأين الحكومة عنه؟ بعد عام 2003 تعرضت هذه المدينة التاريخية للكثير من الإهمال، وفي نفس الوقت تعرضت للإساءة المتعمدة والمقصودة، وبلغ أشده حين رفعت رايات الحشد الشعبي في أعلى قمة الملوية، كما أزرت المئذنة بقماش أسود يمتد من أسفلها إلى أعلاها. واعتبر هذا السلوك في حينها سلوكا طائفيا وإهانة لأهالي المدينة الأصليين، كما هو إهانة للصرح نفسه. وفي عام 2016 تعرضت المئذنة أيضا إلى تشوهات من خلال كتابات ورسومات نقشت على جدرانها والعبث بهيكلها، كما أن المسؤولية المباشرة والأهم تقع على عاتق شيوخ ووجهاء وأهالي سامرة أنفسهم في الوقوف في وجه هؤلاء السذج ومنع وصول هذا الزحف غير الحضاري وهذه الأفكار لعاصمة الخلافة العباسية، لا سيما أن الحديث يدور في هذه الأيام على مشروع قانون سامي في أروقة مجلس النواب يعتبر سامرة عاصمة الثقافة الإسلامية، الذي بالتأكيد سيقدم مدينة سامرة للعالم بوجهها التاريخي والحضاري والحقيقي يتباهى به كل مواطن عراقي غيور. خلال السنوات القليلة الماضية ظهرت علينا بعض الأصوات النشاز من شذاذ الآفاق ومن ذوي النزعات الغوغائية المتخلفة والعقول المريضة، مدعومة من أشباه رجال الدين تحرض على التفرقة والهدم، وتلفظ أفكارها المسمومة بين فرقها البالية، وتشجع على هدم وإلغاء كل صرح تاريخي وإرث عريق تناقلته الأجيال من الدولة العباسية العظيمة وعصرها الذهبي وحكامها المنحدرين من سلالة الرسول الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام.
ضمن سلسلة مقالات عن الطائفية التي صنعها الاحتلال وصارت أداة الحكومات المتعاقبة لتدمير العراق، قال الكاتب حاتم الفلاحي: لم تختلف حكومة العباد كثيراً عن الحكومات السابقة التي جاءت للحكم كي تنتقم لا لتحكم، كون رؤساء الوزراء جميعهم ينتمون لمدرسة طائفية واحدة وهي حزب الدعوة، والفارق بينهم أن هذه الحكومة رفعت الكثير من الشعارات الرنانة التي تنبض الطائفية، ولكنها في الواقع كانت تمارس الطائفية بقوة وأكثر من بقية الحكومات السابقة وبامتياز، وهناك الكثير من الملفات في ذلك. إن من القرارات والقوانين الجدلية التي رعتها وشرعتها حكومة العباد وعملت على تمريرها بدوافع طائفية هو قانون الحشد الشعبي، رغم المخالفات الكثيرة والكبيرة التي انتابت هذا القانون، وخاصة تقاطعه مع الدستور في المادة 9، ورغم ذلك تم تمريره في مجلس النواب العراقي بالأغلبية الشيعية يوم 26 من نوفمبر تشرين الثاني عام 2016 وسط مقاطعة نواب تحالف القوى العراقية السنية، حيث عد تمرير هذا القانون نسفا للشراكة الوطنية ومبدأ التوافق التي قامت عليه العملية السياسية. والسؤال هو كيف تم إقراره في البرلمان رغم المخالفات الدستورية المتعددة، وكيف مرر هذا القانون على اللجنة القانونية في البرلمان، وكيف وافقت وصمتت المحكمة الاتحادية على تمرير هذا القانون. إن حكومة العباد لم تكتفي بالمخالفات التي ارتكبتها في تمرير قانون الحشد الشعبي، بل زادت على ذلك عندما أصدرت أوامر ديوانية لتنظيم وضعه الإداري، حيث جعلت منه جهازاً موازياً للقوات المسلحة، وجعل منه جهازاً غير معروف هل هو أمني أم عسكري. ويمكن أن نقول عنه إنه نسخة مطابقة لحزب الله اللبناني أو الحرس الثوري الإيراني بسبب استقلاليتها عن الأجهزة الأمنية والعسكرية من ناحية القيادة والإدارة. والدليل أن القانون الذي مرر اعتبر ميليشيا الحشد الشعبي مستقلة عن وزارة الدفاع والداخلية، ولا ترتبط بهما، وإنما ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. لقد تفوق العباد كثيرا عن سلفه المالكي والجعفري في طائفيته ضد السنة، فهو يرفع شعارات مقبولة لكي يناغي بها الشارع، لكنه في الحقيقة يتصرف على العكس منها تماما، فقد كانت فترة حكمه مليئة بالكثير من الأحداث والتصريحات والتصرفات الطائفية. صعود الدكتاتورية العربية عنوان وعودة داعش، عنوان مقال للكاتب حسن أبو هنية نشره موقع عربي 21، وجاء فيه: حلت جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في أسوأ وقت على الشعوب العربية، مانحة دكتاتوريات المنطقة ما بعد الكولونيالية ذرائع جديدة لإعلان حالة الاستثناء وفرض أحكام الطوارئ لممارسة المزيد من القمع السياسي والإفقار الاقتصادي والإذلال الاجتماعي، والمضي قدما في تمتين روابط الخضوع والتبعية مع الإمبريالية الأمريكية، والجهر بتحالفاتها مع الصهيونية بتطبيع علاقاتها مع المستعمرة الاستيطانية الإسرائيلية. إن الأسباب والشروط والظروف الموضوعية التي أدت إلى صعود داعش في العالم العربي قد تغيرت نحو الأسوأ بتغول الدكتاتورية والصهيونية وتغييب الإرادة الشعبية الحرة. وقد تكاثرت التقارير الدولية خلال الأشهر الأخيرة التي تحذر من إمكانية عودة داعش، وهي تقارير تستند إلى مؤشرات نظرية وميدانية عدة، وفي مقدمتها عدم تغير الأسباب والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى صعود التنظيم، وهشاشة منطقة الشرق الأوسط، والصراعات الإقليمية الجيوسياسية والطائفية، وعدم وجود حل عادل للقضية الفلسطينية، وصعود الدكتاتورية في العالم العربي. وفي المقابل فإن مؤشرات عودة داعش الذاتية تستند إلى تتبع قوة وانتشار التنظيم وارتفاع عدد هجماته وقدراته المالية والإعلامية وقدرته على استقطاب وتجنيد مقاتلين جدد،
وما يجعل عودة داعش ممكنة أكثر هو عدم استعداد الغرب للتدخل كما فعل سابقاً، وهو ما سيجعل من مهمة القوات المحلية صعبة ومعقدة في ظل تنامي سيناريوهات الفوضى والاضطراب في العالم العربي وقرب موجة من الاحتجاجات والعنف. لا جدال أن تنظيم داعش هو الأسعد بمركبات الدكتاتوريات العربية الفاشلة، فهو نتاج فشلها وخيانتها وتبعيتها ووقاحتها، إذ لم يصعد داعش 2013 إلا عقب انقضاض قوى الثورة المضادة على ثورات الربيع العربي 2011 التي طالبت بالحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. فواجهتها الدكتاتوريات العربية بمزيد من القمع والاستبداد وبمزيد من العمالة والتبعية ومزيد من التجويع والإفقار. الأحداث التي حصلت في فرنسا يتحمل مسؤوليتها الرئيس ماكرون على وجه التحديد بعد أن أطلق النار على قدميه بتصريحه أن الإسلام يعيش في أزمة، ففي الوقت الذي يركز فيه على القيم الفرنسية ويقول إنه يحمل راية العلمانية التي لا تبيح له تدخل في شؤون الأديان، يأتي لينصب نفسه قيما على الإسلام ومطلقا أحكاما ليست من اختصاصه، ومجندا نفسه وطاقمه الحكومي تحت راية العداء لهذا الدين. وهذه كلها تتعارض تماما مع النظام المدني العام الفرنسي الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطة والدين. جاء ذلك في مقال للكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربية. يقينا لقد كان خيارا وليس اضطرارا أن ماكرون سلح نفسه ضد الإسلام وصنع منه عدوا في سبيل الاسترزاق والتكسب السياسي كي يجعله منصة رافعة له لولاية ثانية، وكي يقول لليمين المتطرف ها أنا ذا معكم في معسكر العداء لهذا الدين وأتباعه، وبالتالي لم تعد حملتكم ضدي مشروعة. كان بإمكانه أن يطرح خطابا عقلانيا يجعل منه واسطة تمتص الرجات الكبرى في المجتمع الفرنسي، لا أن يطرح خطابا إقصائيا يثير ارتدادات مجتمعية كارثية كالتي حصلت مؤخرا. كان الأفضل له وهو أحد واجباته الدستورية أن يدرس العلاقة الملتبسة بين الدولة الفرنسية ومواطنيها المسلمين، وهي إحدى العلامات البارزة في السياسة الفرنسية منذ زمن بعيد وليس اليوم، التي يعود سببها إلى أن هناك بعداً ثقافياً استشراقياً يهيمن على فكر وسلوك الطبقة السياسية الفرنسية، ما يعيق إنتاج تعامل طبيعي مع الإسلام والمسلمين بالطريقة التي تتعامل بها دول أوروبية أخرى مع مواطنيها المسلمين مثل ألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول. لكن قد يقول البعض بأن كلامه عن الإسلام هو رأيه الشخصي وهو توصيف خاص به دون غيره، غير أن هذا القول مردود على قائله، لأن ماكرون ليس مواطنا من عامة الناس، قال رأيا على وسائل التواصل الاجتماعي أو بين مجموعة من الأصدقاء إنه رئيس دولة. إنما حذر منه سامويل هنتينغتون من صدام الحضارات والثقافات والأديان قد بات حقيقة، فالعالم الإسلامي حضارته حضارة الكتاب ولديه رسالة أخرى مختلفة تماماً، ووظيفته مختلفة أيضاً في الوضع الكوني عكس الغرب الذي لم يعد كذلك منذ زمن بعيد، لكن الغرب ما زال ينظر إلى المسلمين على أنه يتفوق عليهم بكل شيء، وهذا التفوق يعطيه حقوقاً مضافة في الفكر وفي ازدراء ثقافتهم وأسلوب حياتهم، بل حتى التهجم على مقدساتهم. صعود النخلة مهنة تراثية عراقية تواجه خطر الاندثار، حيث تشكل مهنة صعود النخيل جزءاً من التراث العراقي وتشتهر بأدائها عائلات لا سيما في الجنوب العراقي المعروف بنخيله الممتد من البصرة إلى بغداد. ونتيجة الحروب والوضع الاقتصادي المتدهور والإهمال الحكومي انخفضت أعداد أشجار النخيل بشكل كبير، إذ فيما كان يحتوي العراق على 30 مليون نخلة حتى الثمانينيات يبلغ عدد هذه الأشجار حالياً النصف
كما يوضح رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في الديوانية محمد كشاش. عموماً لا تحظى زراعة النخيل بدعم الدولة، ما تسبب بانخفاض كبير بالإنتاج والتسويق المحلي لمحصول التمور، وفق كشاش الذي يطالب الدولة باستلام محاصيل التمور من المزارعين ودعمها. والآن نذهب لنطلع على بعض الرسوم الكاريكاتيرية. وبهذه الرسوم نختم حلقة اليوم من صدى الأقلام. في حلقة جديدة نلتقي بعون الله، دمتم بخير، إلى اللقاء.